السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم مرة تانية مع الدرس الرابع في الوحدة السابعة واللي عنوانها شكل ما قلنا This is where I live. This is where I live. عايزك تزور معايا في الدرس الرابع ده لأن الدرس الرابع معانا في ثلاث أجزاء. الجزء الأول هيكلمنا عن السيتي ماوس and الكونتري ماوس and the difference between them. طبعا هيكلمنا عن الفار بتاع المدينة وكمان الفار بتاع الريف والفرق ما بينهم الاثنين. تاني جزء النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيه عن اللونج ساوندز، يعني الأصوات الطويلة، اللونج A, اللونج E, and اللونج I, and اللونج O. أربع أصوات هنتكلم عنهم النهاردة ونعرف إيه الباترنز بتاعت الحروف، يعني أشكال الحروف إن أنا بلاقي فيها الأصوات دي. ثالث جزء النهاردة هو connecting with math، هنتعلم فيه عن الرياضيات وعن الفراكشنز يعني الكسور. تابعنا وما تروحش بعيد. طبعا شكل ما احنا عارفين بنبدأ الأول بالvocabulary بتاعت الدرس، وشكل ما قلنا بنقراها كلها من كتاب المعاصر. أول كلمة معانا النهاردة حبايبي وهي كلمة pleased. pleased pleased ودي بتساوي كلمة delighted. delighted والاتنين معناهم مصروف. تاني كلمة معانا النهاردة حبايبي وهي كلمة whole. whole whole وhole هنا بمعنى ثقب أو فتحة. تالت كلمة معانا النهاردة وهي كلمة corner. corner corner وcorner حبايبي معناها ركن أو زاوية. تاني corner معناها ركن أو زاوية. رابع كلمة معانا النهاردة وهي كلمة mice. mice ومايس حبيبي هو الجمع بتاع ماوس. ماوس يعني فار ومايس يعني فيران. تاني ماوس يعني فار ومايس يعني فيران. طبعا هنا جايب لي كلمتين اللي حبيبي الفرق ما بينهم النهاردة، وهي كلمة سيتي ماوس. سيتي ماوس. سيتي ماوس يعني فار المدينة، وكمان كونتري ماوس. كونتري ماوس قلت لك خلي بالك من التي مع الار ترا. So it becomes country mouse. country mouse يعني far الريف. far الريف وهنعرف ان شاء الله الفرق ما بينهم. تعال نشوف بقى الاكسترا vocabulary اللي هو مديها لي في الدرس النهارده. الكلمه الاولى هي كلمه seeds. seeds seeds والseeds معناها بذور. تاني seeds معناها بذور. تاني كلمه هي كلمه pretty. pretty 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 طبعا معناها جميل، يعني بتساوي كلمه beautiful. beautiful beautiful. كلمة تالتة هي كلمة ground. ground ground وground حبيبي معناها الأرض. تاني ground معناها الأرض. قلتلك الحرف الساكن لما يجي بعده R أضم شفايف وأنا بقوله، فأقول ground. ground. الكلمة اللي بعدها هي كلمة voice. voice voice حبيبي بمعنى صوت. صوت البني آدم بسميه voice، أما صوت الأشياء بسميه sound. sound. الكلمة اللي بعدها خدناها كتير قبل كده هي كلمة excited. excited وقلنا excited بمعنى متحمس. اللي بعدها طبعا كلمة reason. reason 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 بمعنى سبب. قلت لك لما اجي حرف الار في الاول اضم شفايفي. reason reason وقلنا الاو هنا شوع، يعني احاول اخفيها بقدر الامكان واخلي صوته قصير جدا. reason reason. الكلمه اللي بعدها كلمه سهله خالص وهي كلمه stars. stars stars كلمه stars معناها نجوم. الكلمه اللي بعدها طبعا هي كلمه noise. noise 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 بمعنى ضوضاء. noise noise. الكلمة اللي بعدها كلمة scared. scared 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 هنا معناها خايف أو مرعوب. تاني scared معناها خايف أو مرعوب. الكلمة اللي بعدها كلمة life. life life طبعا معناها حياة. life life. الكلمة اللي بعدها كلمة smoke. smoke smoke حبيبي بمعنى دخان. smoke smoke. الكلمة اللي بعدها هي كلمة smells. smells smells. كلمة smell أصلا معناها يشم. طبعا smell لما تيجي كاسم بمعناها رائحة، فلما أقول smells يبقى معناها روائح. روائح smells smells. الكلمة اللي بعدها هي كلمة grass. grass 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 معناها عشب. تاني grass معناها عشب. الكلمة اللي بعدها هي كلمة moral. moral وكلمة moral بمعنى عظة أو عبرة، وكمان معناها أخلاقي أو مغزى أخلاقي. مغزى أخلاقي moral. moral. تعال نشوف مع بعض regular verbs اللي هو مدهالي النهاردة. أول فعل معانا هو كلمة stop. stop قلت الماضي بتاع stop stopped. stopped هنا الإيدي نطقها ت ليه؟ عشان جاي بعد الـ ph sound، تبقى stopped. stopped. كلمة تانية معانا وهي كلمة wait. wait wait حبايبي بمعنى ينتظر، والماضي بتاعها waited. waited وقلت بعد التي وبعد الدي الاي دي بتنطق اد، عشان كده قلت waited.
waited. كلمة اللي بعدها كلمة cover. Cover. Cover حبيبي بمعنى يغطي. تاني cover بمعنى يغطي. والماضي بتاعها covered. 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 الكلمة اللي بعدها حبيبي كلمة prepare. 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 Prepare بمعنى يجهز أو يعد. والماضي بتاعها prepared. 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 تعال نشوف بقى الأفعال الirregular الشاذة معنا وأولها كلمة give. وgive حبيبي معناها يعطي والماضي بتاعها gave. 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 الكلمة التانية كلمة catch. Catch. Catch معناها يمسك أو يصطاد والماضي بتاعها caught. 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 الكلمة اللي بعدها كلمة go. Go. Go حبيبي بمعنى يذهب والماضي بتاعها went. Went. Went بمعنى ذهب. الكلمة اللي بعدها طبعا كلمة come. Come. Come حبيبي بمعنى يأتي والماضي بتاعها came. 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 يبقى come ده المضارع و came هو الماضي. تعال مع بعض بقى نشوف ال expressions وال prepositions اللي هو مدهلي. طبعا اول preposition معنا هو in the ground. In the ground. In the ground معناها في الارض. تاني preposition fall of bright lights. Fall of bright lights يعني مليان اضواء ساطعة او لامعة. There is no reason to wait. There is no reason to wait. يعني ما فيش سبب يخليك تنتظر. عندنا it's time for يعني حان الوقت لي. It's time for حان الوقت لي. وبرضو ممكن تكون it's time to. طبعا الفرق ما بينهم ان it's time for بيجي وراها اسم انما it's time to بيجي وراها مصدر الفعل. الاكسبريشن اللي بعده هو incredibly loud. Incredibly loud. Incredibly loud يعني عالي بشكل مزعج او شكل لا يصدق. اللي بعدها كلمة prepare for. Prepare for معناها يجهز لي. Prepare for. Prepare for. الكلمة اللي بعدها كلمة around the corner. Around the corner. وكلمة around the corner بمعنى حول الزاوية أو الركن. حول الزاوية أو الركن. اللي بعدها كلمة go back. Go back بمعنى يعود. Go back بمعنى يعود. اللي بعدها طبعا بقولي where life is good for me. Where life is good for me يعني حيث تكون الحياة جيدة بالنسبة لي. Where هنا معناها حيث تكون الحياة جيدة بالنسبة لي. تعالوا حبيبي نبدأ يلا بالجزء الأول. الجزء الأول شكل ما قلنا هو الحكاية بتاعت السيتي ماوس والكونتري ماوس. الحكاية بتاعت فار المدينة وفار الريف. تعالى كده نشوف بيقول إيه. بيقول لي the city mouse visited the country mouse in his hole in the ground. بيقول لي إن فار المدينة زار فار الريف في الحفرة بتاعته في الأرض. طبعا in the ground غير on the ground. In يعني داخل الأرض إنما on the ground يعني على الأرض. فبقول لي the country mouse was pleased. طبعا فار الريف كان سعيد جدا إن فار المدينة زاره. فبقول he gave his friend grass and seeds. بدأ يديله بقى أكل عبارة عن عشب وعبارة عن seeds. وseeds حبيبي بمعنى بذور. The city mouse said. The city mouse said. طبعا فار المدينة قال له ان said ده فعل ماضي وشاذ جاي من كلمة say وsay بمعنى يقول. فبقول لي فار المدينة قال له thank you you know the city is pretty and full of bright lights. بقول له شكرا انت تعرف ان المدينة جميلة. pretty بمعنى جميلة ومليانة اضواء لامعة. مليانة اضواء لامعة. Why don't you come and see. Why don't you come and see يعني ما تيجي وتشوف. هنا اسم اقتراح. Why don't we أو why don't you يعني لما لا تأتي وترى. ما تيجي كده وتشوف. The country mouse was delighted. طبعا أول ما سمع الكلام ده كان delighted. هنا delighted يعني فرحان جدا. And very excited. Excited يعني مصار مبسوط متحمس. The city mouse stopped eating and said. طبعا فار المدينة توقف عن الأكل وبعدين قال له there is no reason to wait. There is no reason to wait. قال له مفيش والله سبب يخليني أستنى. We can catch a train at 8. We can catch a train at 8. احنا ممكن نلحق قطر الساعة 8. ممكن نلحق قطر الساعة 8. The two friends ran to the train. بيقول لي ان الصديقين خلاص جريوا على طول على القطر. Just as it started to rain يعني بمجرد ان هي بدأت تمطر. In the city the smoke from the cars covered the stores and the noise was incredibly loud. بقول لما الدنيا بدأت تمطر بدأ الدخان يطلع من السيارات ويغطي على النجوم يعني ما بقوش شايفين النجوم. وكمان حبيبي كان الصوت عالي جدا. الصوت كان عالي جدا. Country mouse was scared. طبعا الكونتري ماوس عارفين يا حبايبي ان هو
عايش في هدوء، يعني ولا صوت عالي ولا دخان ولا الكلام ده. فبقول اول ما شاف الكلام ده كان scared. scared بمعنى خايف جدا. he wasn't prepared for so many new sounds and smells. he wasn't prepared. ما كانش مجهز نفسه لكل الروائح وكل الاصوات العاليه دي. suddenly، كلمه suddenly حبايبي بمعنى فجاه. A cat's voice said, صوت قطة قال, to mice and some bread. بيبص لها قطة كبيرة جاية بتقول الله فارين اتنين وكمان عيش. run 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 said the city mouse. طبعا فار المدينة بدأ يقول للفار الريف اجري اجري عشان القط ده ما يلحقناش. They ran around the corner. وجريوا من عند الناصية. The country mouse said. طبعا فار الريف قال له Thank you my friend. The city is exciting. But it's a time for me to go back to the country. And back to where life is good for me. قال له انت شكل ما قلت صحيح، الحياة مثيرة، قطط بتجري ورانا وعايزة تاكلنا، حاجات مثيرة فعلا. لا، المفروض اني دلوقتي انا ارجع الكونتري، ارجع الريف حيث الهدوء. انا كنت عايش في هدوء ولا صوت عالي ولا اي حاجة من اللي انا شفتها ده. وده الفرق بين الكونتري اللي عايش فيه الكونتري ماوس والسيتي اللي عايش فيه السيتي ماوس. طبعا المفروض حبايبي ان انت بتقرا الموضوع ده مره واثنين وثلاثه، قصه جميله خالص بين الفار اللي في المدينه والفار اللي في الريف. ونعرف ان الفار اللي في الريف كان في الاول كان فرحان انه هيزور المدينه، بس لما راح المدينه لقى المكان اللي هو عايش فيه افضل بكتير من المدينه. تعالوا بقى حبايبي نشوف بارت 2، الجزء الثاني من الدرس الرابع، واللي بيتكلم فيه حبايبي عن اللونج ساوندز، الاصوات الطويله دي. اول صوت معانا حبايبي هو اللونج اي. اللونج اي يعني الاي الطويل. طيب اللونج اي حبايبي في القاموس بتلاقي منظره بالمنظر ده، الاي واي، اي اي، خلاص ده منظره في القاموس. طيب يا ترى اللونج اي بلاقيه في اني اشكال من الحروف؟ تعال نشوف مع بعض. طبعا حبايبي صوت اللونج اي 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 اي. تعال بقى نشوف أول نوع من الحروف أو شكل الحروف اللي أنا بلاقي فيه اللونج A. لما ألاقي حرف الـ A جاي وراه حرف ساكن وبعدين حرف الـ E. A consonant E، يبقى اللي بيجي هنا حرف ساكن وبعدين الـ E. تعال نشوف مثال. bake، خلي بالك من النطق. bake bake. cake cake يعني كيكة. gave 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 يعني أعطى. خبزة كيكة أعطى. يبقى دي A ساكن E، A consonant E، A consonant E. تاني نوع من شكل الحروف اللي أنا بلاقي فيه اللونج A لما ألاقي الـ A جاي وراه I. شكل rain rain rain. train train train. pain pain pain. خلي بالك من نطق اللونج A. rain يعني مطرة، train يعني قطار، وpain يعني ألم أو وجع. pain يعني ألم أو وجع. تالت نوع من أشكال الحروف اللي أنا بلاقي فيه اللونج A حبايبي هو حرف الـ E I لما يجي وراه GH، وهنا GH على طول حبايبي بتبقى silent. شكل 8 8 8. wait wait. لاحظ ادي الاي اي جي اتش وادي الاي اي جي اتش. wait wait. 8 8 wait يعني وزن. قال لي النوع الرابع من الاشكال الاي لما يجي وراه حرف الواي، هنا برضو بنطقها لونج اي. like play play يعني يلعب. day day وداي معناها يوم. ممكن حرف الـ A بس يتنطق long A، شكل الكلمة اللي احنا خدناها في الدرس الأول، وهي كلمة رومانيا. رومانيا اللي هي رومانيا يا حبيبي، لو شفنا الـ A هنا هلاقيه بيتنطق A long A. رومانيا رومانيا. يبقى إذا أنا بلاقي الصوت ده long A اللي صوته A في خمس أشكال من الحروف: A consonant E،
AI, EIGH, AY, or A. Or A. تاني صوت معانا النهارده وهو اللونج E. طب اللونج E بيتنطق ازاي يا مستر؟ قال لي E. 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 الـ E شكل اللي بتسمع الخفيفة. E. E. طيب قال لي اللونج E شكله عامل ازاي في القاموس؟ قال لي شكله كده. في الديكشنري بتاعي هلاقي الشكل بتاعه بالمنظر ده. طيب قال لي برضو في اشكال من الحروف كده اول ما اشوفها على طول بعرف انها لونج اي. قال لي اول شكل خالص هو الاي اي. حرف الاي مع الاي لايك ريد ريد ميت ميت بيتش بيتش. طبعا ريد بمعنى يقرا, ميت بمعنى لحمه, وبيتش بمعنى شاطئ. يبقى لاحظ الاي اي هنا نطقت اي. كمان لما الاقي الدبل اي يعني الاثنين اي لايك ميت ميت يعني يقابل, سي سي يعني يرى, سيد سيد يعني بذره. قال لي ممكن لما الاقي الاي بس في بعض الكلمات بنطقها لونج اي لايك هي she and we, he she and we. قال لي كمان بلاقيه في الشكل ده من الحروف, حرف الاي لما يجي وراه حرف ساكن وبعدين another e يعني ايه كمان. والكلام ده شكل here 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 حبايبي بمعنى هنا, ادي الاي وادي الساكن وادي الاي. these ادي الاي وادي الساكن وادي الاي. these delete 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 ادي الاي اللي نطق لونج اي وادي الساكن وادي الاي delete. طبعا عندنا كلمه here بمعنى هنا, these بمعنى هؤلاء, وعندنا كلمه delete بمعنى يحذف delete. طيب تعالوا حبايبي ممكن الاقيه كمان في حرف الواي لما يجي في اخر الكلمه like baby baby key key and money money money. يبقى اذا انا ممكن الاقي الصوت ده اللي هو الصوت اللونج اي في الاشكال دي من الحروف الاي اي دبل اي 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 كونسونانت اي اور واي ات ذا اند اوف ذا وورد يعني الواي في نهايه الكلمه. ثالث صوت معانا حبايبي وهو اللونج اي. اللونج اي حبايبي هو صوت حرف الاي الطويل. اللونج اي صوته بالمنظر ده اي اي اي. طبعا اول نوع من الحروف اللي انا بلاقي فيه الصوت ده هو الاي لما يجي وراه حرف ساكن وبعدين حرف الاي, يبقى في هنا برضو حرف ساكن لايك مايس, ودي الكلمه بتاعتنا في الدرس ده مايس مايس. قلنا مايس حبايبي معناها فران, ادي الاي وادي الساكن وادي الاي مايس مايس. تايم 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 معناها وقت. لايف بخلي بالك من نطق حرف الاي معايا لايف لايف, ادي الاي ساكن اي لايف. طبعا تايم بمعنى وقت ولايف بمعنى حياه. تعال نشوف حبايبي ممكن يجي فين كمان. قال لي ممكن يجي الواي يعني في نهايه الكلمه. يا مستر يعني مش كل الواي في نهايه الكلمه بينطق لونج اي؟ قال لي لا ممكن كمان ينطق لونج اي لايك ماي ماي يعني ملكي, فلاي فلاي فلاي, وفلاي بمعنى يطير, سكاي 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 طبعا بمعنى سماء. قال لي ممكن كمان الاقي حرف الاي لوحده بس بينطق لونج اي لايك كايند 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 ك ايند كايند كايند. فايند 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 هنا بمعنى يجد, يبقى كايند بمعنى طيب او عطوف او نوع, وفايند بمعنى يجد. قال لي ممكن كمان الاقي حرف الاي او صوت الاي
لما الاقي اي جاي وراها جي اتش ثاني اي جاي وراها جي اتش لايك لايت 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 برايت 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 طبعا لايت حبيب بمعنى ضوء وبرايت بمعنى لامع برايت بمعنى لامع والكلمات طبعا دي هلاقيها في الدرس بتاعنا delighted delight delighted 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 وكلمة delighted بمعنى مسرور delighted بمعنى مسرور قال لي كمان ممكن الاقي الصوت دال واللونج اي لما الاقي الاي جاي وراها اي like pie pie وباي حبايبي بمعنى فطيرة pie tie tie تاي وتاي حبيبي بمعنى كرافتة كرافتة اللي احنا بنلبسها اسمها تاي تاي يبقى اذا انا لقيت صوت اللونج اي في الشكل ده من الحروف اي كونسونان اي واي اي اي جي اتش ان اي 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 اخر صوت معانا هو اللونج او او وانا عايزك تخلي بالك من النطق ومن شكل شفايفي وانا بقول او انا هتلاقي الشفايف فتحت شوية وبعدين قفلت تاني او 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 ده اسمه لونج او قال لي لونج او بلاقيه برضو في تشكيلة معينة من الحروف اولهم حرف الاو نفسه اللي حرف الاو ممكن ينطق لونج في بعض الكلمات لايك No, no. شوف ما بقولش no, 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 no. No طبعا بمعنى لا. قال لي وممكن كمان في كلمة go, go, go. شايف؟ افتح واقفل. Go, go, go. بمعنى يذهب. طيب ممكن الاقي كمان اللونج او في الـ OW يعني حرف الـ O مع الـ W ينطق long O شكل snow 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 طبعا بمعنى جليد no خلي بالك ان الكي هنا silent no 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 طبعا بمعنى يعرف grow اوعى تحط حاجة بين الـ G والـ R وضم شفايفي وانا بنطق الـ G مع الـ R grow grow جرو حبيبي بمعنى يكبر او ينمو او كمان يزرع قال لي ممكن الاقي كمان لونج او في الاو لما يجي وراها ساكن يعني حرف ساكن وبعدين حرف الاي تاني او ساكن اي شكل بالضبط الكلمات دي ها ساوند او ل هول 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 وهول بمعنى فتحة او ثقب روب rope 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 بمعنى حبل stone 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 حبيبي بمعنى حجر stone يبقى لاحظ not ال o long o stone and rope and hole طيب تعالى ممكن كمان الاقي في ال o a يعني لما الاقي ال o a انطقها long o like boat 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 يعني قارب coat 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 وكوت حبيبي بمعنى بلطو او معطف coach 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 حبيبي بمعنى مدرب وكمان معناها اتوبيس سياحي قال لي كمان ممكن الاقي الصوت ده لما الاقي الاو جاي وراها اي like toe toe foe 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 so toe not two and foe not foo toe and foe toe foe وبكده يبقى انا قدرت اعرف الساوند بتاع اصوات دول long a long e long i and تعالوا حبايبي بقى نشوف الجزء الثالث معانا النهارده في الدرس الرابع وده connecting with math
ده طبعا خاص بالرياضيات واللي بيكلم فيه عن الفراكشنز. فراكشنز يعني القصور. طبعا عارفين الفراكشن يعني كسر. الفراكشن بيبقى ليه نيوميريتور and denominator تاني numerator وده بنسميه البسط and denominator وده بنسميه المقام. طبعا لو انا اديتك الدايرة دي ولونا نصها بس دول نصين اتنين فبقول عليه كده النص حبايبي اسمه one half. تاني one half يعني نص واحد لغير one half. طيب لو انا لونت النصين يبقى انا لونت كده two halves اللي هما لونت اتنين من اتنين فقول عليهم two halves. طبعا الجمع بتاع half halves H-A-V-E-S two halves حبايبي وده بنسميه the one whole يعني الواحد الصحيح لاني لما لون الاتنين معناها ان انا لونت الواحد بالكامل وانا عارف ان اتنين على اتنين بيدينا واحد صحيح. طيب تعال نشوف لو انا قسمت الدايرة دي لتلاتة او الفطيرة دي لتلاتة او البسكوتة دي لتلاتة ولونت واحد بس من التلاتة فده بسميه تلت. طيب التلت ده اسمه يا مستر قال لي اسمه one third. تاني تلت يعني third فبسمي ده one third يعني تلت بس. طيب لو انا لونت اتنين فهيبقى اتنين على تلاتة يعني انا لونت اتنين من ثلاثة ودول بسميهم two thirds. تاني two thirds يعني أنا لونت تلتين اتنين. طب لونت التلاتة يبقى أنا كده لونت ثلاثة من ثلاثة وده بسميه three thirds. تاني three thirds وthree thirds يعني ثلاث أتلات والثلاث أتلات دول يعني one whole يا حبيبي يعني واحد صحيح. تاني one whole يعني واحد صحيح. طب لو أنا عندي فطيرة أو بسكوتة وقسمتها أربعة لو أنا لونت واحد بس يبقى أنا كده لونت واحد من أربعة وده بسميه one fourth يعني ربع واحد. طب لونت اتنين يبقى لونت اتنين من أربعة يبقى ده بسميه two fourths. طيب لو انا لونت تلاتة يبقى انا كده لونت تلاتة من اربعة يبقى انا لونت كده ايه ها three fourths. تاني three fourths يعني تلات اربعة. طب لو لونت الاربعة يبقى انا كده لونت الاربعة من اربعة يبقى انا كده اسمها four fourths يعني الاربعة أربعة خلاص. وفي نفس الوقت ده اسمه one whole يعني لو انتهى كلها يعني الواحد الصحيح. عشان كده البنت اللي مديها لي في الكتاب بتقول I spread. spread يعني نشرت وزعت. jam كلمة jam حبايبي اللي هي المربى on two of four equal parts. يعني أنا قسمت المربى وزعت المربى four equal parts يعني أربعة أربعة كده متساوية. كلمة equal يعني متساوي فهي عملت إيه؟ وزعت على اتنين بس يعني هنا وهنا يعني معناها إن هي وزعت على اتنين من أربعة. تاني على اتنين من أربعة. طب يعني إيه وزعت على اتنين من أربعة؟ يعني وزعت يعني إيه وزعت اتنين من أربعة؟ يعني وزعت حبايبي two quarters يعني وزعت ربعين اتنين خلاص. من كام ها ربعين من اربعة. طيب ما هو two quarters دول لو انا شفتهم حلاقيهم ايه برافو عليكم كده حلاقيها نص يعني حلاقي ان هي وزعت one half. تاني one half وده اللي بيتكلم عليه هو بيكلمني ازاي ان انا اختصر يعني make the fraction simpler ازاي اخلي الكسر ده في صورة بسيطة بخليه ازاي في صورة بسيطة ان انا divide the numerator يعني بقسم النيوميريتور اللي هو يا حبيبي البسط and the denominator وكمان المقام on the same number يعني على نفس العدد يعني شكل ما هو مديك كده 30 على 60 يعني 30 out of 60. طيب لو انا عايز اختصر الرقم ده اسهل حاجة ان انا اقسمه على عشرة خلاص يعني طير الصفر والصفر
يبقى هنا هيدينا 3 out of 6 يعني 3 من 6. طب وبعدين قال لي الثلاثة من ستة دي لو أنا عايز اختصرها، قال لي أنا ممكن أقسم على نفس الرقم اللي هو كام؟ ثلاثة، لأن الستة تقبل على الثلاثة. فلو قسمنا هنا على ثلاثة هيدينا واحد، ولو قسمنا هنا على ثلاثة هيدينا ها اتنين. فيبقى أبسط صورة ليها هي one half. one half one half يعني اديتنا في الآخر نص. يبقى تاني if I want to make the fraction simpler يعني لو أنا حبيت أخلي الكسر ده في صورة بسيطة I divide the numerator يعني بقسم البسط and the denominator وكمان المقام by the same number. by the same number يعني على نفس الرقم، وبكده يبقى أنا بجيب أبسط صورة. وبكده حبايبي يبقى احنا انتهينا من دراسة الدرس الرابع، وده يعتبر اصعب درس في الوحدة دي لانه كان متقسم على ثلاث اجزاء. اول حاجة الحكاية بتاعت الكونتري ماوس وكمان السيتي ماوس، تاني حاجة كان بيتكلم لي عن الساوندز، تالت حاجة كان بيتكلم لي عن الفراكشنز and how to make the fraction simpler. thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell. يلا شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد ان شاء الله، وما تنساش الواجب هتلاقيه في ملف تحت عندك، وشكل ما قلنا ان الواجب ده هتلاقيه في كتاب المعاصر ان شاء الله. هتحل الواجب وهتتابعنا على قناة التليجرام ان شاء الله عشان نعرف الواجب اللي انت حليته ده صح ولا غلط. استنونا في الدرس الخامس ان شاء الله. goodbye. السلام عليكم.